خلونا دلوقتي نرجع لزميلتنا لمياء مرة تانية ونعرف منها أسعار الذهب والعملات. اتفضل يا لمياء. شكرا أحمد. دلوقتي تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. نبدأ بالدولار الأمريكي، سعر البيع فيه 24.50 والشراء 24.42. اليورو سعر البيع فيه 35.53 والشراء 25.44. جنيه استرليني سعر البيع فيه 29.18 والشراء 29.8. فرنك سويسري سعر البيع فيه 26.8 والشراء 25.99. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.46 والشراء 3.44. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.52 والشراء 6.49. دينار كويتي سعر البيع فيه 79.60 والشراء 79.33. وأخيرا درهم إماراتي سعر البيع فيه 6.67 قرش والشراء 6.65 قرش. ودلوقتي نتابع متوسط أسعار الذهب النهاردة. نبدأ بعيار 18، سعر السوق النهاردة 1084 جنيه للجرام. وعيار 21، سعر السوق النهاردة 1265 للجرام. وعيار 24، سعر السوق النهاردة 1446 جنيه للجرام. وأخيرا الجنيه الذهب 10120 جنيه. وهنرجع تاني لأحمد ومنا نتابع معهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا نمو.